je suis Adarada. Aujourd'hui, je vais exprimer la règle du impératif. Que se trouve à la unité 2 de notre programme d'études de français pour deuxième année secondaire en Égypte. أهلا بكم، أنا اسمي عبد الله رضا. النهاردة هشرح قاعدة الأمر في اللغة الفرنسية الموجودة عندنا في الوحدة الثانية في منهج اللغة الفرنسية الصف الثاني ثانوي. الامبيراتيف، الامبيراتيف يعني صيغة الأمر. علشان إن إحنا نقدر نعمل صيغة الأمر دي، لازم الأول إن إحنا نكون عارفين تصريف الفعل مع tu, nous, et vous. On va prendre مثال مثلا verbe finir يعني ينهي. Finir. تصريف مع tu, tu finis. مع nous, nous finissons. مع vous finissez. مع الثلاث ضمائر دول بناخد تصريف الفعل بس وما بنكتبش الضمير. يعني مثلا لو عايز أأمر حد معين إنه هو يخلص شغله، هقول فيني تون خباي. فيني تون خباي. فيني تون خباي. خباي يعني عملك أو شغلك. فيني تون خباي. يبقى كده أنا وجهت لشخص معين قدامي. لو مثلا بنقول يلا نخلص شغلنا، هنقول finissons notre travail. Finissons notre travail. هتكون كده. Finissons notre travail. Finissons notre travail. لو بن أمر مجموعة قدامي، أقول finissez votre travail. Finissez votre travail. Finissez votre travail. دي الطريقة اللي احنا بنصيغ منها صيغة الأمر، وهي سهلة جدا زي ما احنا شايفين. في ملحوظة مهمة لازم ان احنا نعرفها عن صيغة الأمر. زي ما احنا عارفين انه في أفعال اللغة الفرنسية مجموعة اسمها premier groupe، اللي هي المجموعة الأولى اللي بتنتهي ب ER، زي manger، aller، زي الاثنين دول. في الحالتين هنا لو عايز ان انا اجيب صيغة الامر، بصرف الفعل زي ما احنا قلنا مع ضمير tu. هنقول تي مانج، ده تصريف verb manger مع tu. tu veux، ده تصريف verb aller مع tu. هنلاحظ هنا انه تصريف الverb مع tu بينتهي بحرف s زي ما احنا شايفين. لما اجي اصيغ الامر من الفعل في الحالة دي، بنحذف حرف الاس، نسوبخيم للاس اس، وبنصيغ الامر كده. يعني مثلا هنقول مانج يعني كل، و اتا بلاس اذهب لمكانك، va à ta place، مانج، فبنحذف حرف الاس.
الموضوع ده بيكون مع تصريف الضمير تو لأفعال المجموعة الأولى بس. وكده يكون انتهى درسنا النهاردة في شرح قاعدة الأمر. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.